أول ذكرياتي كطفلة كانت تلك اللحظة بعد توديع جدودي وقبل صعود إلى سيارة والدي. عندها كنت أنظر إلى تلك السماء العميقة فوق جبال الأطلس المغربية، فخطرت في بالي العديد من الأسئلة على طول طريق المقطوعة للوصول إلى المنزل، لماذا يوجد الكثير من النجوم وإن كنا وحدنا في هذا الكون؟ فبعدها قضيت ساعات طويلة أستكشف الموسوعات وأشاهد الأفلام الوثائقية بحثاً عن إجابة. فكلما بحثت أكثر واستكشفت العلوم أكثر، أصبحت أكثر ثقة باللي أريد أن أعمل عمل في هذا المجال اللي هو صناعة الفضاء. فبديت البحث عن فرص عمل في بلادي أو في خدمة بلادي في هذا المجال لكي أكون طرف من تقدم مستوى العيش والازدهار في بلادي. لكن للأسف كانت تلك الفرص جد محدودة، خصوصاً على الصعيد العالمي للنساء لتتكلم لغتي أو تشبهني. لكن هذا ما منعنيش أن أصبح اليوم مهندسة فضاء وأنا أشتغل على مشاريع أوروبية. فأنا الآن أدير أعمال مشروع تطوير كوكبة أقمار صناعية لمشاهدة ومراقبة الغازات الدفيئة بشكل يومي. وفي نفس الوقت وبالموازاة مع هذا وبمشاركة مع مجموعة من مهني الفضاء من أصول مغربية، أقوم بتنمية هذه الكفاءات في بلادي، وذلك عن طريق تنمية كفاءات الجيل الجديد لأنهم مستقبلنا، وبذلك نحقق الفرص التي لم تحقق لنا. فصناعة الفضاء أكثر من رفاهية، فهي أداة يستعملها كل واحد فينا بشكل يومي. عديد منكم استعملوه اليوم للوصول على موقع هذه القمة عبر الجي بي اس، صح؟ وهو ربط هواتفنا الانترنت ومكننا من تنبؤ أحوال الطقس. فهو أيضا أداة يستعملها كل واحد فينا، وكيستعملها أيضا الباحثين لتنبؤ وفهم تغيرات كوكبنا. فكلما استثمرنا أكثر في هذا المجال كتتح لنا فرصة تحقيق التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة هي تحقيق نفس مستوى العيش لكل واحد في أينما كان. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندنا العديد من المشاكل إنسانية كالأمن الغذائي، مياه تصلح للشرب، ورعاية صحية جيدة، وتعليم ذو جودة عالية. في نفس الوقت أن العديد من المشاكل البيئية كالتلوث، تصحر، فيضانات، حرائق وغيره. فبيانات الأقمار الصناعية تمكننا من فهم هذه التغيرات. هذه الصناعة مشهورة وأكثر انتشار في الأماكن الأكثر نمو. معظم الناس سمعوا بالوكالات الفضائية الأوروبية والأمريكية وأنشطتهم، وكلنا هنا كنعرفوا عربسات والنايلسات اللي مكنونا من مشاهدة نفس البرامج من المشرق إلى المغرب، وربطونا بثقافتنا من أوطاننا وخارجهم. لكن معظم الناس ما سمعوا بزرقاء اليمامة، واللي هو أول قمر صناعي مغربي، وهو فخر وطني لأنه سنة بعد إرساله الفضاء صدرت قطعة نصف درهم مغربية اللي هي هذه. فالآن ستسألونني كيف هذه صناعة الفضاء كتمكننا من تحقيق عالم أفضل، عالم مستدام. وأنا سأشرح لكم هذا عن طريق العديد من الأمثلة. العديد منا طاح في واحد الموقف أي نحتاج شبكة اتصال موثوقة، خصوصاً في مناطق جد معزولة، يعني صحاري، الجبال والجزر مثلاً. وهناك تكون شبكة الاتصال الأرضية جد محدودة وغير موثوقة.
وزيادة عن ذلك في هذه المناطق كيكونوا ناس ساكنين فيها وفي بعض الأحيان عندهم إمكانيات جد محدودة للحصول على رعاية صحية جيدة والتعليم مثلا. ففضل الاتصال عبر الأقمار الصناعية كيمكن لنا نربط هاد الناس إلى شبكة اتصال موثوقة والإنترنت، خصوصا في بعض الحالات أين يحتاج بعض المرضى إلى تشخيص جد دقيق، خصوصا في بعض الحالات إذا كانت عندهم مرض نادر، وذلك عن طريق ربطهم إلى طبيب أو اختصاصي جد نادر لموجود مكان بعيد جدا، وذلك عبر مكالمات فيديو دون أن يترك ذلك المريض منزله أو مستشفاه المحلي وذلك الطبيب عيادته. أما بالنسبة للطلاب فيمكنهم هذا النوع من الأقمار الصناعية وهذا النوع من الشبكات الموثوقة من حضور محاضرات كبار أساتذة العالم بشكل فعلي، وذلك بدون مغادرة منازلهم أو فصولهم الدراسية، وبذلك نحقق نفس مستوى التعليم والصحة لكل إنسان. أما بالنسبة للأمن الغذائي فكيمكننا هذا النوع من الشبكات ولا النوع من البيانات إلى إعطاء خرائط للمؤسسات الوطنية والوزارات، وبذلك مساعدة الفلاحين في تحصيل محاصيلهم، وذلك عن طريق مراقبة يومية بحيث هذه المؤسسات تعلم تساعد هذه الفلاحين وتخبرهم عن أي تغيير أو آفات في حقولهم. وفي نفس الوقت بفضل مثل هذه الخرائط كيمكن لهم يحسنوا من السقي، وبذلك تحسين المحاصيل، وفي نفس الوقت نقص من آثار هذه المشاكل اللي عندنا بحال الجفاف، خصوصا ما هذا الشيء اللي كنعانيو منه في منطقتنا. وفي نفس الوقت هناك العديد من التكنولوجيات التي تم تطويرها من أجل الاستعمال في الفضاء، خصوصا على متن محطة الفضاء الدولية اللي هي هذه، أين هناك رواد فضاء يحتاجون إلى مياه صالحة للشرب وصالحة للاستعمال، فهذه المياه غجد محدودة هناك، وبذلك يجب إعادة تصفيتها. وهناك باحثون ومهندسون طور واحد تقنية لتحسين من هذه المياه، وهذه التقنية أصبحت تستعمل على سطح الأرض، خصوصا من طرف قرية مغربية في نواحي مدينة القنيطرة، أي المياه والموارد المائية اللي عندهم هي مياه لا غير صالحة للشرب وملوثة بالسماد الكيميائي الذي يستعمل للفلاحة، وبذلك أصبحت هذه المياه تعيد تدوير تصفى وصالحة للشرب. فبيانات الأقمار الصناعية تسهل أيضا من مراقبة وتنبؤ وفهم تحولات كوكبنا، أصبح من الممكن ومن الأسهل تنبؤ التغيرات التي تطرأ على الأرض، وخصوصا مثل خصوصا الغازات الدفيئة التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي مما يرفع درجته، وهذا يؤدي إلى ذوبان الجبال الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر. فكلما كثر هذه الآثار ديال تغيير المناخ، كلما كثرت بحال هذه الكوارث مثل ما جرى في سوريا وتركيا. فبفضل تقنيات بيانات الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء، أصبح من السهل إنقاذ الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة في هذه الكوارث، خصوصا عن طريق اقتناء آخر خوارط الطرق والجسور القابلة للاستعمال، وأيضا عبر رؤية حالة المباني، وبذلك أصبح من السهل التعمير، وبذلك يمكن لنا أن نضمن لكل واحد فينا نفس مستوى العيش أينما كان.
وهذه الأمثلة جزء صغير مما يمكننا أن نحققه الآن بسبب مثل هذه التقنيات. وهذا المجال هو ذاك المجال اللي ألهمني، كبر طموحي وأشعل إلهامي، فتحولت من تلك فتاة صغيرة الطفولية إلى هذه المرأة الواثقة أمامكم اليوم. وأنا في سنة 2020 حصلت على جائزة العشر مهني الفضاء، أحسن عشر مهني الفضاء الأقل من 30 عام في إفريقيا، وكنت ما زلت طالبة. فلنكمل من إلهام وتشجيع الجيل الصاعد من المفكرين الحالمين والمبدعين للعمل معا من أجل عالم أفضل. والآن كل صيف أعود إلى بلادي وأنظر إلى نفس تلك السماء وأسأل نفسي المزيد من الأسئلة. شكراً بزاف.